بحضراتكم مجددا ضيفي في هذه الفقره نموذج اهلاوي ممن تربوا داخل جدران القلعه الحمراء، ولد حتى بالنادي، يتولى حقيقه منصب مهم داخل مجلس الاداره ويؤدي في تناغم مع رئيس المجلس والزملاء اعضاء المجلس مهمه انتحاريه الحقيقه للنهوض بالنادي الاهلي ووضعه في مصاف الانديه العالميه في ظل ظروف وتحديات ومعطيات مختلفة. مصر الحقيقة قبل 7 سنوات بالتأكيد هي غير مصر قبل هذه الفترة، والنادي الأهلي جزء من هذا المناخ العام، ولكنه يعني ظل مرفوع الرأس مرفوع الهامة، هو مصدر السعادة للمصريين مش بس الجمهور النادي الأهلي خلال السنوات الماضية. كيف يفكر مجلس الإدارة؟ كيف يحصل على تمويل من مصادر تمويل خلاقة ومبدعة؟ كيف يستفيد من رموز النادي الأهلي في مجال تنمية الموارد والاقتصاد؟ كيف يحلم المجلس وأمين الصندوق لأعضاء النادي الأهلي؟ وما هي أخبار اللائحة وتلقي المقترحات وتعديل الكثير من المواد؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء الذي سيدور مع ضيفي الكريم السيد الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي. يا مرحبا. مرحب بيك ومرحب بالأستاذ. مرحب بحضرتك. أهلا بيك. يعني أنا قلت كده في وضيوفي الأستاذ فؤاد إسماعيل والأستاذ عبد الرازق درويش إن إحنا هيكون معانا وزير مالية النادي الأهلي. أساتذتنا وإخواتنا الكبار يعني طبعا. ربنا يخليك. الخزينة عامرة أستاذ خالد ولا عامرة جدا. فعلا؟ الحمد لله. طب من اعضاء الجمعيه العموميه بجد يعني؟ لا طبعا احنا يعني احنا المسموح نقوله يعني الحمد لله احنا عندنا موارد كويسه وعندنا نظره مستقبليه ان احنا عايزين نستغل موارد النادي اللي احنا بنحاول ننميها في مختلف المجالات، ان احنا تعود على العضو، وعلى زي ما في برنامج عائله الاهلي أعضاء عائلة الأهلي، المرأة والرجل وكبير السن وصغير والشباب والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كل من هو داخل جدران النادي الأهلي لازم يعود عليه نفع بهذه الموارد. ابتدينا ننفذ برنامج عائلة الأهلي زي ما حضرتك شفت، احنا عندنا على سبيل المثال في الجزيرة أسوار بتتغير، صالة كاراتيه بتتعمل، صحيح هيبقى في لاحقا تجديد المبنى الاجتماعي، شاشات عملاقه وضعت، شاشات عملاقه اتحطت كانت ليها اثر كبير على الاعضاء ايام كاس العالم وغيره يعني. مدينه نصر في المنطقه الترفيهيه بتتعمل حمام سباحه جديد، المنطقه بتعاد تنظيمها، منطقه التنس القديمه حوالي 3500 متر بتتعمل مطاعم بحاجه شيك يعني، مش حاجه مجرد مطاعم كده وخلاص، بقعده بشلالات بتاع، حمامات بتتغير، في صاله كاراتيه بتتكيف، صاله الجمباز عندنا كمان في الجزيره بتتكيف، يعني اقصد الشيخ زايد له برضه نصيب كبير، ومسجد ومبنى اتباعي وشارع عقاري، والسور كله بيتعمل برضه عشان يبقى اسوار النادي الاهلي فيها موحده في الافرع كلها، ويبقى حضرتك لما تشوف السور كده تبقى عارف ان ده النادي الاهلي قبل ما تقرا اسم النادي الاهلي. فبجانب ان احنا دلوقتي كمان ابتدينا المنافذ نفسها اللي فيها يعني عائد على العضو، المطاعم والاكلات السريعه والسندوتشات والحاجات دي كلها النهارده بتتعمل، اي حاجه بتتجدد في مواعيدها بتطرح منشآت كبيره بقى، شركات كبيره متخصصه في كل حاجه تليق باعضاء النادي الاهلي بالظبط. يعني مش عايزين حاجه اجتهادي، عايزين نقول ان احنا بنضغط عليهم كمان عشان يدوا اسعار اقل من المنافذ بتاعتهم الاصليه اللي بره النادي الاهلي، عشان العضو يحس ان هو واخد ميزه عن لو كان في المطعم نفس المطعم بره النادي هيلاقي النادي ارخص. تأكيد. فطبعا كل دي حاجات، احنا رحلات، يعني حاجات كتيره جدا احنا بنحاول ندعم مرسى مطروح. احنا لسه النهارده لا مرسى مطروح كمان المعسكر، المعسكر في مرسى مطروح احنا كل لسه بنناقش توسعته ونشوف اللي نقدر عشان الافواج تزيد، لان هيبقى العضو بدل ما هو بيتعمل قرعه بنحاول نخلي القرعه تقل، اللي عايز يحجز يلاقي. فاحنا بنحاول الحقيقه نريح كل الاعضاء في مختلف المجالات. بالنسبه بقى احنا كنظره من مستقبل النادي الاهلي قبل ما ندخل في اللائحه، ان احنا بنقول
تعظيم موارد النادي الاهلي. دي فكره عبقريه. احنا ما بنعتمدش دلوقتي على مجرد ان احنا عندنا اشتراكات في ثلاث افرع ولسه هيفتح الفرع الرابع، مش عايزين نعتمد على كده وبس. احنا بنقول ان احنا عندنا عقود رعايه الحمد لله واصل ارقام كبيره جدا تاريخيه السنه دي، مليار جنيه الحمد لله. فسواء في البث الفضائي سواء في عقد الرعايه نفسه، بنحاول ان احنا قناه الاهلي زي ما حضرتك في تطور الحمد لله، بنحاول نعظم مواردها برده. بنقول ان احنا اللائحه بقى جديده والحمد لله قانون الرياضه ادانا الفرصه ان احنا ندخل في شركات ونستثمر بقى بما يعود بقى ان النادي يصبح مؤسسه هادفه للربح غير النشاط الاجتماعي على الالعاب الرياضيه، ويعني يقدم خدمه جيده لاعضائه يعني ولفروع المختلفه. طبعا احنا في حاجه يمكن الناس ما تعرفهاش، ان الكوره طبعا بتكسب وبتجيب، هي منبع المورد الاساسي للنادي الكوره، لان هي اللي بتجيب الرعايه، وهي اسم النادي الاهلي لما بتكسب افريقيا، لما بتكسب الدوري، لما بتتعود على انتصارات بيجي لك عقد رعايه اعلى من اي نادي ثاني لهذا السبب يعني. طبعا فالكوره عليها وبنشتري لعيبه. الناس لازم تفهم ده استثمار بيعود على النادي كله مش بيعود على الكره بس. يعني انت لما بتستثمر على مدى 4 سنوات اهو مليار جنيه رعايه فقط من حقوق البث ومن الرعايه للشركه. لو انت ما وصلتش نهائي افريقيا السنه اللي فاتت، لو انت ما خدتش الدوري على مدى السنين دي، انت مش هتوصل ابدا لعقد الرعايه ده. احنا بننافس على افريقيا السنه دي ان شاء الله، عشان برضو ده عائد هيجي من تدخل كاس العالم للانديه، في جائزه بطوله افريقيا، في بتدخل بعد كده بطوله العالم للانديه، كل ده بيجي لك ملايين من الدولارات مع حصيله البث الفضائي والرعايه، بتتيح لك بقى انك تصرف على النادي على في بقيه الالعاب. يعني احنا السنه اللي فاتت احنا صارفين 115 مليون جنيه على الالعاب اللي هي ما بتجيبش ايراد. الالعاب الجماعيه كلها والالعاب الثانيه، احنا عندنا 19 لعبه. الكوره بس ده دور يعني رياضي واجتماعي مهم. طبعا احنا بنقول النادي الاهلي دوره واجبه كاكبر نادي في الشرق الاوسط، يعني بنقول ان احنا لازم دورنا ندعم المنتخبات القوميه في كل الالعاب. كوره مش كوره بس، احنا بنقول هاندبول وباسكت وفولي وسباحه وكل يعني احنا اسامينا النهارده حتى في السكواش، حتى في احنا بنتبنى دلوقتي لعيب السكواش دي، يعني حاجه برضو بتسعدنا ان يبقى احنا في كل الالعاب. لما بتدفع 115 مليون جنيه، ال 115 مليون جنيه دول لازم يكون ليهم مصدر غير الاشتراكات. هو الاهلي بيدور في ميزانيه تقريبا سنويه كام يا استاذ خالد؟ يعني بدون تفاصيل، احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل دلوقتي. ده معروض على ولكن لان لسه هتتعرض هتعلن، ولكن احنا بنقول ان طب اخر ميزانيه للنادي كانت سنه، احنا عايزين نقول حاجه بس خلينا نتكلم ان احنا الفائض ايه اللي احنا الارباح ايه بيحقق فائض. فاحنا هنعلن الكلام ده كلها يعني في خلال الفتره الجايه. احنا في جمعيه عموميه عاديه، في جمعيه عموميه بس مش هنعلن الارقام دلوقتي لحد ما نستقر على. وانا بشكرك وبحترم وجهه النظر دي الحقيقه، انه فكره انه اعضاء النادي الاهلي اولا في الجمعيه العموميه العاديه بقى اللي هتكون بعد اقرار اللائحه ان شاء الله، هم يكونوا اول ناس يعرفوا ميزانيتهم ان شاء الله. طبعا يعني ده شيء محترم من الاستاذ خالد الرندلي. طب ايه راي حضرتك على ذكر بطوله افريقيا وفوز النادي الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يعني 10 ديسمبر نحتفل سويا برفع الكاس يا رب. القرعه اجريت النهارده بدءا من دور الثمانيه وصولا لدور النهائي. هاخد حضرتك يعني لزميلنا العزيز محمد سعيد في دقائق هيقول لنا اخبار القرعه ايه والنادي الاهلي هيواجه مين، واعود الى السيد الاستاذ خالد الرندلي مره اخرى. اتفضل يا محمد. شكرا ليك الاستاذ شريف فؤاد، والشكر موصول للاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي. بالفعل منذ قليل اقيمت مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا بدءا من الدور ربع النهائي حتى المباراه النهائيه، واسفرت القرعه عن المواجهات الاتيه: اول اغسطس الانجولي في مواجهه صعبه جدا مع مازيمبي الكونغولي، وديربي تونسي خالص الترجي التونسي في مواجهه النجم الساحلي التونسي، ووفاق ستيف الجزائري في مواجهه الوداد البيضاوي المغربي، وختام المباريات حورية كوناكري الغيني في مواجهة النادي الأهلي. الفرق التي ذكرت أولا ستقام مباريات الذهاب على أرضها يوم 15 سبتمبر، أما مباريات العودة ستقام على الفرق الثانية التي ذكرت في الترتيب التالي وكانت في صدارة المجموعة يوم 22 سبتمبر. إذن مباراة الأهلي وحورية كوناكري الغيني ستقام يوم 15 سبتمبر في غينيا، ومباراة العودة في القاهرة بإذن الله يوم 22 سبتمبر. لكن إذا تأهل الأهلي بإذن الله
على حساب حورية كوناكري الغيني سيواجه الفائز من وفاق ستيف الجزائري مع الوداد البيضاوي المغربي في مباراتي دور قبل النهائي. وللأسف أصفرت القرعة في مرحلة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية أن اللقاء الأول لقاء الذهاب سيقام في القاهرة بإذن الله في حال تأهل الأهلي إلى الدورين سواء في الدور قبل النهائي أو حتى المباراة النهائية. إذن مباراة الختام في دوري أبطال أفريقيا لن تقام في مصر إذا تأهل الأهلي بإذن الله إلى المباراة النهائية. على هامش القرعة أستاذ شريك حصلت يمكن خطأ فني عارض عن اشرحه للسادة المشاهدين إيه الموضوع بالضبط. بعد ما تحدد الفرقة الأولى أول أغسطس الأنجولي مع مازيمبي الكونغولي والديربي التونسي الترجي مع النجم الساحلي وفاق ستيف الجزائري وقع مع النادي الأهلي في ترتيب المباريات. لكن في المباراة الختامية بالتالي سيكون حتميا الوداد البيضاوي مع حورية كوناكري الغيني. مراسم البطولة ولوائح البطولة في دور الثمانية بتؤكد على استحالة وصعوبة إقامة مباراة ثانية مقررة إذا تصادف هذين الفريقين كانوا مع بعض في نفس المجموعة. وبالفعل الوداد وحورية كوناكري كانوا في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا وبالتالي كان من الصعوبة أن يقرر هذه المواجهة في مرحلة الدور ربع النهائي. فتم تدارك هذا الخطأ الفني وتحدد بشكل رسمي أنه وفاق ستيف سيواجه الوداد المغربي ثم حورية كوناكري الغيني سيواجه الأهلي بإذن الله في ختام هذه البطولة. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا البطولة التاسعة ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية بإذن الله في الإمارات نهاية هذا العام. إليك الكلمة أستاذ شريف. شكرا جزيلا موصول زميل عزيز محمد سعيد. عموما هذه اخبار طيبه يعني الفريق الراغب واللي عنده الاراده في الفوز بالبطوله ما بينظرش للمباراه الاولى فين والمباراه الثانيه فين. والحقيقه في مرات كثيره جدا اشهرها بالتاكيد الصفاقسي التونسي وجول ابو تريكا الشهير لما النادي الاهلي تحت خالد جزيل فاز. لا وفي القطب الكاميروني كان في الكاميرون ايوه وكان في الترجي برضو النجم الساحلي والنجم الساحلي ادوتال ثلاث مرات من ثلاث يعني احنا الحمد لله مش بنبص بقى دلوقتي لازم نركز في ان احنا لان يهمنا اللاعب مين ولا فين. بالظبط. طيب اللائحه بقى يا استاذ خالد حضرتك ذكرت شيء مهم جدا فكره هتعطي النادي الاهلي الحق في انشاء شركات في الدخول باسهم وبالتالي تعظيم الموارد. قانون الرياضه مدي الحق كده واحنا امبارح الحمد لله ان احنا النادي الاهلي غني باعضائه وبقاماته ورموزه. احنا يعني امبارح لو شفت الصالون واحنا قاعدين في ورشه العمل في قامات يعني معانا صور نستاذن زميلنا محمد برجاوي دكتور فاروق العقده وحضرتك دكتور فاروق العقده مستشار محمود فهمي يعني والنخبه من عمالقه القضاء والقانون من وزاره العدل محمد نجيب ابو زيد اعتقد ومستشار عمر الشريف احمد حسين وفي لا في لسه ما كانوش كلهم موجودين امبارح وفي الاستاذ محمد نجيب بقى برضه من كبير اقتصاديين مصر يعني. فالحقيقه يعني كانت حاجه مشرفه وحاجه ان انت يعني بيبقى عندك الناس دي جايه تساهم بوقتها وبفكرها وبقدراتها في صياغه يعني لائحه ومستقبل النادي الاهلي. فامبارح احنا الحقيقه وصلنا لان برضو الحمد لله النادي الاهلي باسمه وكيانه لازم يكون النصيب الاكبر في الاداره في اي شركه وحصه لا تقل عن 51% وحق اللي هي بيقولوا الحصه الحاكمه يعني. فكل ده اصيغ امبارح ويعني بيعاد صياغته مع الاساتذتنا اللي في اللجنه والمستشار محمود فهم الحقيقه يعني مش عايزين نقول اللي هو عامل ايه معانا يعني ربنا يديله الصحه لان احنا اتعلمنا منه كتير وهو راجل عاصر اجيال كبيره في النادي الاهلي من قديم الازل في مجالس الاداره هو كان عضو مجلس اداره طول عمره يعني. صحيح. فهو عارف الميزه ان الناس دي كلها اتربت جوه النادي الاهلي عارفه لوائح وقانون النادي الاهلي حتى عرف النادي الاهلي فهم لما بيصيغوا حاجه بيصيغوها من منطلق انهم عايزين يحافظوا على تراث النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي ومستقبله يبقى مربوط بتاريخه. عظيم يعني البنود المتعلقه بانشاء الشركات والاستثمار والتنميه والبحث عن مصادر تمويل نقدر نقول انها جاهزه يا استاذ خالد. طبعا وكان امبارح برضه كان المفروض يكون معانا الاستاذ ياسين منصور. ومسافر بره مصر. هو مسافر بره مصر واعتذر عن بس هو كان حضر معانا كذا مره قبل كده وناقش معانا وبرضه له دوره في هذه اللائحه. ودوره برضه في لجنه الاستثمار. لا ده واحد من اكبر الداعمين كمان في يعني لا وهو كمان في لجنه الاستثمار عشان نذكر الناس استاذ خالد مكونه برئاسه الدكتور فاروق العقده
ومعاه الاستاذ محمد نجيب ابو زيد. لا الاستاذ محمد نجيب ابراهيم محمد نجيب والاستاذ محمد الاستاذ ياسين منصور وطبعا حضرتك والكابتن محمود الخطيب بحكم المناصب والخبره بتنضموا ليهم. تمام. دي لجنه مهمه جدا واسماء كل يعني قامه فيها الواحد يقف انتباه الحقيقه. دي لسه يعني هتشتغل ان شاء الله كمان اكثر يعني احنا ابتدينا لسه امبارح كنا بنتكلم على تطبيق بقى التوصيات اللجنه وسواء الموارد او المصروفات او تنميه موارد النادي وبرده دور كبير في الناحيه الاقتصاديه بقى في الشركات يعني فان شاء الله يعني حضرتك سعيد بريق امل يعني. الحراك والحوار والاشتباك الدايره الان في النادي الاهلي بخصوص اللائحه. شوف انا عايز اقول حاجه ونفسي اوصل رساله يعني. اول ما اتقالت اللائحه انا لقيت هجوم وناس يا جماعه اللائحه نازله للنقاش مشروع اللائحه لدرجه ان بعض اعضاء مجلس الاداره ما كانوش استوفوا كل بنود اللائحه يعني احنا نفسنا ما كناش قريناها كلها الا اللجنه اللي هي كانت اعداد بتعد اللائحه انما اعضاء مجلس الاداره ما كانوش حتى هم كلهم بيقعدوا في ورشه عمل زيهم زي اي عضو بتقدم اقتراحك زيك زي اي عضو فالموضوع مطروح للمناقشه وما هوش حاجه نزلت واكيده بدليل ان في بنود كثيره جدا اتعدلت صحيح وتعدلت بناء على توصيات من الاعضاء واحنا فاتحين عاملين ورش عمل عاملين ندوات ثلاث ندوات في الاهلي في النادي الاهلي بفروع يعني الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد خميس جمعه سبت الساعه 7 مساء الناس يعني متروك لها ومدين ميعاد لسه لحد يوم 9 تقدم وتحاور وتناقش وتعدل فاحنا بنقول ان احنا نفسنا النادي الاهلي يبقى اللائحه بتاعته اتعملت من اعضائه مش من لجنه وده اللي احنا متيحينه فان شاء الله انا شايف واحنا شايفين تفاعل حلو جدا يعني كنت هسال حضرتك ردود الافعال الان تغيرت عن طرح مشروع اللائحه للنقاش يعني لما الناس ادركت انه في جديه ومصداقيه وشفافيه ورغبه حقيقيه من المجلس ومن اللجنه في اعداد لائحه يصنعها اعضاء النادي الاهلي وياخدوا بمقترحاتهم في حاله الصوره اتغيرت في ناس كتيره جدا ما كانتش متخيله ان احنا بنتكلم كلام واقعي ان احنا بنقول هنعدل وهنعمل ونقشونا فالناس لما لقت ده بيتطبق الناس الحقيقه يعني هدت وطبقت كل الحاجات اللي هم الناس طلب اصل ممكن ايه حضرتك يعني لو حد بيطلب حاجه تعديل او حاجه لو ناقشتني ولقيت ان انت صح ليه لا احنا بنهمنا مصلحه النادي وبعدين احنا بنحط لائحه على لمستقبل النادي كله مش الثلاث سنين الباقيين من عمر المجلس او السنتين الجايين لا احنا بنقول ده مستقبل النادي الاهلي كله يساهم في صنع مستقبل النادي الاهلي اي لفظ في الصياغه اي حاجه قال الناس بيتم اعاده النظر فيها والقانونيين طبعا وبما يتفق مع الميثاق الاولمبي والقانون طبعا انا بسال حضرتك السؤال ده بس لان ما اعرفش حضرتك سمعت الاستاذ عبد الرازق والاستاذ فؤاد اسماعيل وهما بيتكلموا عن المادة 3 اللي هي بتنص مقر الأهلي وفروعه يعني فالناس في مدينة نصر عشان اسم مدينة نصر ذكر كفرع وطبعا كل الناس المحترمين اللي بيعيشوا في مدينة نصر وبيدخلوا النادي هناك ليهم حق حضور جمع العمومية والتصويت والانتخاب فهم متخوفين من النقطة دي يا أستاذ خالد يعني أو ربما البعض بيحاول يخلق إثارة خلينا نكون أمين هي دي ممكن فعلا إنما احنا ما عندناش فرع ومقر واحنا كلنا نادي واحد يعني زي ما حضرتك كده بتبص ما بنقولش الاهلي كذا والاهلي كذا هنقول رايح الجزيره رايح مدينه نصر رايح الشيخ زايد احنا ده معناه انه النادي الاهلي ما بنقولش بقى اهلي الجزيره واهلي لا لا احنا بنقول رايح مدينه نصر انا النهارده كنت في الشيخ زايد يعني ده اساس فكرنا والنهارده احنا بنقول في الندوات اللي كانت في الانتخابات قبل الحمله الانتخابيه بتاعتنا كنا بنشدد على هذه النقطه بالذات ان مفيش فرق بين هنا وهنا وهنا كل واحد صحيح. فانا مش فاهم ليه الناس بتختلق حاجه ما هياش موجوده خالص وكله متاح له للنقاش بدليل ان احنا عاملين ورش عمل وعاملين ثلاث ندوات في 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 في, في الشيخ زايد وفي مدينه نصر وفي الجزيره طبعا انما لما تيجي بتقول بقى ايه المقر الرئيسي ما انت لازم تشهر النادي في مقر الإشهار العنوان احنا كل مكاتباتنا وشغلنا كله ثلاثة شارع صالح سليم وده ما يزعلش وانا النهارده لما بقول النادي الاهلي والنادي الاهلي ده النادي الاهلي لما اتعمل مش اتعمل في الجزيره وبقى بعد كده في مدينه نصر بقى بعد كده في الشيخ زايد وان شاء الله هيبقى في التجمع وغيره غيره وهيبقى ليه فروع خارج مصر كمان احنا رؤيتنا طبعا رؤيتنا ان احنا برضو من ضمن موارد النادي الاهلي بنفكر فيها ان احنا اكاديميات اللي ابتدت تجيب تدر عائد كويس قوي في جميع الالعاب مش كوره بس كمان عايزين نتوسع فيها
خارج مصر مش خارج يعني النهارده احنا عندنا خارج القاهره اكاديميات كتير عدد. احنا دلوقتي عندنا في الامارات، عندنا في الكويت، عايزين ننزل في الامارات عايزين ننزل في افريقيا. فكل ده بجانب ان احنا برضو في البرنامج الانتخابي ان احنا ليه النادي الاهلي ما يفتحش فروع بره مصر، يستحوذ على انديه بره مصر ويبقى النادي الاهلي فرع كذا. بس مش هيبقى مكلف الموضوع ده يا استاذ خالد؟ ما انت مش هتعمله انت مش هتعمله الا ما تكون دارس ان هو هيكسبك. واخد بالك؟ فانت النهارده اذا كنت هتفتح فروع خارج مصر، طب ازاي هيبقى المقر مش هو الجزيره؟ فنازل يعني احنا مش هينسى التاريخ ده، اقدم تاريخ مقر يعني الواحد مش هينسى تاريخه. مش هينسى تاريخه واستاد التتش يعني دي حاجات تراث عمرنا ما نقدر ننساه ولا نقدر نتخلى عنه. فالناس لازم بس تراعي ان احنا ما بنفرقش ما بين اهلي جزيره واهلي مدينه، هو اهلي واحد ليه ثلاث فروع بما فيهم الجزيره كمان. انا بعتقد ان ربما البعض اثار النقطه دي على فكره انشاء فروع، خصوصا ان الشيخ زايد لما اتعمل كفرع كان مختلف شويه عن مدينه نصر وعن الجزيره، وكان بمبلغ اقل، وانه العضو بيستخدم فقط هذا. انا سعيد جدا ان في 3000 عضو كملوا الله واصبح ليهم الحق ان هم يصوتوا. 3000 يا خالد؟ انا احنا سعداء جدا بكده، الشيخ زايد ونفسنا كل ده يزيد، احنا نفسنا كله يبقى واحد، ما عندناش مشكله. بس هي كانت في الاول الناس، خلي بالك الناس كانت بتقول لك ايه، انا دفعت 300000 وهو دفع 120 يدخل هنا وزي ده. فدي برضو بتبقى من وجهه نظر حد ايه يعني، ومن وجهه نظر حد لا ما ينفعش اهدار لتكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص ما بين 180000 اسره دلوقتي. والمهم القانون بيقول ايه يا استاذ خالد في الحته دي؟ هو ده المهم. ما هو الميثاق الاولمبي ومركز التحكيم والتسويه في في اللجنه الاولمبيه عفوا قال ايه في امور عرضت عليه؟ كل دي اتحسمت، بس الناس بترفع قضايا واحنا مش عايزين الكلام ده كله. يعني احنا عايزين كل النادي الاهلي اسره واحده، سواء في الجزيره، في مدينه نصر، في الشيخ زايد، وكلنا هدفنا واحد، وكلنا تحت عباءه النادي الاهلي. فيعني مش عايزين نوصل للفكر ده، لان في ناس بتفتتنا يا جماعه، احنا مش عايزين الكلام ده خالص، مش هنسمح خالص يعني. هل تم اعتماد يعني الاسبوع الماضي مجلس الاداره اعتمد تعديل 6 مواد ونشره على الفور على الموقع الرسمي للنادي الاهلي الحقيقه استجابه لمقترحات الاعضاء، وطول الاسبوع الماضي ده كان في شغل على مقترحات اخرى عده وتعديل بعض الالفاظ وما الى ذلك. هل المجلس اللي حضرتك جاي منه دلوقتي نظر في مواد اخرى؟ في مواد اخرى، بس انا الحقيقه انا مشيت عشان ميعاد البرنامج يعني. وكان هم لسه بس انا في حته مثلا بتاعه التخلف عن الجمعيه العموميه اثروها ايضا لجنه الرواد، فهي بقت هي 50% على العضو اللي ما حضرش، مش على كل يعني في زوج والزوجه ليهم الحق في الحضور الجمعيه العموميه. لو الزوجه تخلفت الغرامه على الزوجه بس، مش على الزوج، مش على كامل العضويه. وفي الاخر الاعفاء فوق الـ60 لان هم اتكلموا فيها وقدموا بها مقترح لجنه الرواد بكره يا استاذ خالد. انا ما اعرفش بقى عملوا فيه ايه الحقيقه، انا كنت مشيت بس يعني بس انا بقول لك انا دي اخر حاجه انا حضرتها. فاحنا بنحاول ما نعقدش الدنيا ولا بنحاول نظلم العضو، لان انت في برضه حاجه الناس احب اوضحها في حته التخلف على الجمعيه العموميه. حضرتك بتدفع مثلا اشتراك 500 جنيه في سنه. الاشتراك الاساسي هو اللي عليه الغرامه. 50% منه، مش اشتراك بقى مربيه، دولاب، مش عارف لا 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 لا، احنا بتاخد على الاساسي. يعني انا كعضو عامل لو الاشتراك بتاعي 100 جنيه هدفع 50 جنيه. 50 جنيه بعد كده انت عندك اشتراكك بيوصل 500 جنيه ليه؟ عشان ولادك، عشان عندك دولاب في اوضه تغيير الملابس، استخدام حمام سباحه، كل دي حاجات بتزود لك الاشتراك، دي ما بتاخدش عليها الغرامه، الغرامه بتاخد على المبلغ الاساسي بتاع العضويه، وده هتطلع في الاخر 40 جنيه ولا حاجه يعني مبلغ زي. واحنا كل ده يعني ليه؟ لان احنا عايزين الناس تشارك. الناس مش عايزين حد يكسل، احنا عايزين يعني عايز اقول لك حاجه، ان انت النهارده لو مجلس الاداره ده عايز يكروت صحيح، كان طرح المشروع مش مشروع لائحه للتصويت عليها فورا. وبعدين في حاجه ثانيه، لو احنا مش عايزين الناس تحضر ما كناش عملنا الغراب. احنا عايزين الناس تحضر وتناقش ويبقى في حاجه صحيه يعني، ان كله بيناقش، انما لو احنا ما حطيناش الغرامه دي الناس مش هتيجي، وما اسهل على المجلس الجمعيه ما كملتش يبقى مجلس يتفوض. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الناس تحضر وتناقش، ودي حاجه صغيره صحيه جدا يعني. فانا بطمن الناس انها الغرامه على الفرد اللي ما حضرش من المبلغ الاساسي بتاع العضويه، مش توتال
موضوع تعيين عضوين في مجلس الاداره ده اتلغى لانه مخالف حتى لل اتلغى اتلغى طيب ده يعني بقى ده يعني ساب اول قناه النادي الاهلي الاستاذ خالد درندلي جاي حاله من اجتماع مجلس الاداره كان في مشروع اللائحه نص او بند بيقول انه يمكن تعيين اثنين في مجلس الـ الاداره وبعتقد ان كان في حسن نيه ايضا وراء هذا البند استاذ خالد يتعلق باستكمال مثلا خبرات ناقصه هو كان قبل كده سيده مثلا علشان لو الانتخابات ما افرزتش مقعد مرأة كان قبل كده طول عمرها ماشيه انت بتزود المجلس بالخبرات التي لم تنتخب حضرتك في المجلس يعني كان المستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحه يعني كان طول عمره بيجي بالتعيين قبل اي حد فينا ليه لانه قامه كبيره فقيه في النواحي القانون القانون الاداري والقضاء فاحنا كنا المستشار محمود فهمي كان دايما هو السند بتاعنا في النواحي القانونيه اللي من ضمنها انشئ قناه الاهلي والاهلي التاج الاعلامي فالمستشار محمود فهمي كان بيعين كناحيه قانونيه عشان نستكمل خبرات قانونيه في المجلس كان الاستاذ ياسين منصور راجل اقتصادي رجل اعمال كان بيفيدك في ان انت عايز حد يعني بغض النظر عن دعمه المادي وطبعا كان بيدعم مادي طبعا جدا انما احنا كنا بنقول ان هو كمان كخبرته كرجل اعمال بيضيف اضافه يوم ما بتاخد قرار في اي حاجه بتاخد قرار في استثمار بتاخد قرار انشاءات كل ده نفس حكايه مهندس صفوان ثابت نفس الحكايه الله يرحمه مهندس ابراهيم صالح صحيح كل دي خبرات دكتور محمود بجنيد طبعا كان بس هو ما كانش في تعيين ده كان امين صندوق ده كان اخر يعني الناس من اللي ليها دور كبير فانا بذكر الاسامي دي ليه؟ لان الناس دي كلها كنت بتقول لو اي حد انت محتاجه في الفتره دي من قطاع معين مش متوفر عندك انت بتعينه. صحيح. انما ده مخالف حاليا لل وكان في رفض للجمعيه العموميه منه في المقترحات اللي وصلت وفي المقترحات ونفس الوقت اللجنه الاوروبيه اوصت ان ما فيش حد يفرض بالتعيين كله بالانتخاب يعني قلنا مش عايزين ندخل في جدال في حاجه يعني ما هو في النهايه لازم اللائحه تكون مطابقه تماما او متسقه مع الاتفاق الاولمبي وقانون الرياضه وحتى الدستور المصري يعني صحتها بالظبط انتوا حريصين على كده بالظبط وفكره البند الثمان سنين للرئيس الخطيب اللي كان مصمم عليها بس دي ظاهره غريبه يعني كان يعني حتى امبارح احنا بنصوت في اللجنه مصر ان هي مصر ان هي تحط الثمان سنين فانا حتى ساعتها لو تفتكر انا قلت له قلت له انت هتحط حاجه احنا كنا بنقول ان هي مش صحيحه قال لي عشان قلت له ما فيش حاجه اسمها عشان الناس ايه بعتها لك بتقول لك ما ينفعش وفي نفس الوقت احنا برضو بندي احنا خلي بالكم يا جماعه احنا الغرض بالكلام ده كله بنقوي دور الجمعيه العموميه بندي دور للجمعيه العموميه انها تحدد مستقبل النادي تشارك في صنع القرار يعني النهارده لما الجمعيه العموميه بتقول انا عايزه كذا وكذا وكذا تعرض على الجمعيه العموميه ده يعرض على الجمعيه العموميه انت بتعظم دور الجمعيه العموميه صحيح ما بتقللش منه حتى موضوع انشاء الشركات والحصه الحاكمه اللي هتكون ملك النادي الاهلي وما الى ذلك كله انت بتعظم دور الجمعيه العموميه طبعا وده طبعا حاجه المفروض العضو يبقى سعيد بيها يعني ممكن بخبرتك الماليه والاقتصاديه الكبيره وانت الحقيقه يعني خبرات عريضه يا استاذ خالد في هذا المجال ممكن الاهلي يعظم موارده ازاي عن طريق فكره الشركات والانشاء يعني بالاضافه لفكره شركه الكوره اللي الناس كلها منتظراها يعني ايه تاني؟ انت عندك مشاريع كثيره جدا انت ممكن تدخل فيها يعني استاد مدينه تدخل في حاجات لها علاقه بالرياضه يعني عايز اقول لك حاجه انت لو عملت النهارده كنا لسه بنناقش امبارح وانت كنت معانا برضه لو قلنا ان احنا عملنا في فرع من الفروع او نقول مستشفى في الطب الرياضي عظيم جامعه ممكن طبعا قانون بيعطي الحق طبعا للنادي بتقول انا عايز اعمل فندق انت الفندق ده انت ممكن تستقبل فيه فرقك تستقبل فيه فرق ضيوف تستثمره يبقى صحيح. يعني انت عندك مجال منشآت حاجات صناعيه تخص الرياضه ملابس رياضيه بتاع انت عندك مجال كبير جدا 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 انت ممكن تدخل فيه بما يخص الرياضه كمان فانت بتحاول تدور على اي مصدر تمويل بمالي من الاخر لان طيب. احنا داخلين على العمليه مش النهارده العضو النادي الاهلي بيتمتع بخدمات اجتماعيه اكتر كمان من الرياضيه يعني صحيح.
كبار السن بتدعمهم مسح فيروسي تأمين طبي. انت عندك دور بتعمل تأمين طبي، بتعمل يعني بتعمل حاجات كتيرة ما كانتش موجودة. يعني أي نادي في العالم النهاردة لو قلت نادي برشلونة هل بيعمل رحلات الأعضاء، هل بيعمل مطاعم، هل بيعمل رحلات مدعمة، هل بيعمل مصيف مرسى مطروح؟ انت عايز تعمل حاجات كتيرة جدا النهاردة للعضو غير الرياضة بس. النهاردة الرياضة دي العضو على قد ما بيدفع العضوية بتاعته بنحاول ان احنا نوفر له تدريب كويس لابنه، ملابس رياضية لابنه مدعمة، او اذا كان في الفريق. سعيدة جدا بالشنطة اللي نزلت رغم حالة الاعتراض اللي كانت عليها في الاول. احنا احنا احنا, احنا 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 قسطناها على 6 شهور. يعني 75 جنيه في الشهر بياخد سوات شيرت وبياخد تي شيرت وبياخد تريننج وبياخد شورت وبياخد شرابين فيعني وشنطة. فطبعا كل ده اللي هدفنا ايه من الكلام ده برضو ان انت عايز ما يبقاش اكاديمية النادي الاهلي كل واحد لابس حاجة شكل صحيح. ولو قلت لهم انزلوا انتوا اشتروا حاجات دي اغلى بكتير، احنا واخدين اسعار هما ما فيش اي عضو هيعرف يجيبها. فاحنا بنحاول نحل، بس الناس في الاول بيجي لها شوك كده، بس لما بتشوف الموضوع بتلاقي ان احنا دارسينه صح. يعني زي موضوع مشروع اللائحه كده بالزبط. الناس الان كلها سعيده الحقيقه بالمناقشه وبالاقتراحات. ايه المطلوب من اعضاء الجمعيه العموميه اخيرا استاذ خالد ومن حضراتكم كمجلس اداره؟ يعني احنا طالبين من الجمعيه العموميه اولا لازم يبقوا عارفين ان يوم الجمعيه العموميه ده هيبقى فيه تسهيلات غير يوم الانتخابات. العضو مش هياخد 7 دقائق من ساعة ما يدخل لحد ما يخرج بين فيهم العملية الانتخابية. يعني مسهلينها إلى أقصى درجة ممكن تتخيل. ممتاز. يعني مش هيبقى فيه صعوبات ولا طوابير ولا حاجة من دي ولا خاصة. زحام ولا تدافع ولا زحام. بس لازم تعالى قول أو لأ، تعالى عشان يبقى النادي الأهلي عمل واجبه. كل عضو مسؤول عن مستقبل النادي الأهلي. ما تبقاش عضو سلبي. لا صحيح. تيجي وتناقش وتقول أو لأ وتقول رأيك بكل احترام وفي إطار تقاليد النادي الأهلي وتعالى، وما تقلقش من طوابير وزحمة والحاجات دي خالص. العملية هتبقى أسهل ما تتخيل. بس لازم النادي الأهلي جمعية عمومية حضرت بأقصى عدد يبقى تاريخ زي ما كان أيام الانتخابات كده، في ريكورد عالي الحمد لله والناس جت رغم الصعاب. جمعية تاريخية. احنا بقى بنقول المرة دي ان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبة في الادلاء بصوتك او برأيك، وعايزين عدد كبير عشان نسبة النادي الاهلي دايما هو صاحب الريادة في كل حاجة. صحيح. انا بشكرك. انا يعني سعيد وعارف ان حضرتك من السابعة صباحا يعني ومن اجتماعات متوالية وتركت اجتماعات السابعة عشان تجيلنا احتراما للجدول المعلن وللسادة اعضاء جمعية العمومية للنادي الاهلي. لكن ان شاء الله يكون عندنا لقاء مطول نناقش فيه الكثير من الامور. انا عارف ان في بعبتك الكثير استاذ خالد. الف شكر. شكرا حقيقي. كل الشكر والتقدير للسيد الاستاذ خالد الرندلي امين صندوق النادي الاهلي ولحضراتكم هذه زاويه اخرى وحوار مختلف الحقيقه فيما يتعلق بلائحه النظام الاساسي اللي بيتم اعدادها وتلقي المقترحات بشانها اعدادا للحقيقه صياغتها النهائيه اللي هتتم بعد 9/9 يعني 12/13/9 ثم تكون في شكلها النهائي مع السادة الأعضاء ليستفتوا عليها يوم 28 سبتمبر في جمعية عمومية غير عادية بنعم أم لا. الأعضاء مطالبين الحقيقة أنهم يكونوا على قدر المسؤولية كما يعني كان عهدنا بيهم دائما. النادي الأهلي لابد أن يكون في الصدارة بأكبر جمعية عمومية إن شاء الله. شكر جزيل لحضراتكم ولضيفي الكريم مرة أخرى. بكرة إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة وعندنا حلقة مهمة للنادي مع ملك وكتابة أستاذنا المهندس عبد القيوم أستاذ إبراهيم المنيسي. بالتأكيد كلنا في الانتظار. إلى اللقاء.